11، دينا شريف 8، ساره الخولس 19، شيماء عماد الدين 99، يارا خالد 3، ياسمين محمد 98، ياسمين وحيد 88، دينا خالد 6، ياسمين الناصر صلاح الدين 9. وزي ما قلت لحضراتكم يجمع اللقاء النهارده الفريق الكونغولي قارة الكونغوري اتعادل مباراتين، احنا ما عندناش ولا نقطة، لكن ان شاء الله المواجهة بيننا والمكسب يصعدنا تلقائي لدور الثمانية بإذن الله. يلا مع بعضينا ننزل ملعب المباراة ونتابع كده ونوصف لحضراتكم دعواتكم جميعا بالفوز ان شاء الله للنادي الاهلي. ادي جمهور الاهلي ورمية الارسال بدأت، وعلى طول كده اللاعبات في النادي الاهلي بدأوا كده من بره، وانا شايف نصره جنبها على طول، شايف دعاء ولا ساره؟ هنشوف كده ونتابع مع حضراتكم. ادي التمريرات من الخط الخلفي على طول، اسراء لجريت اسراء فعلا هي، وعلى طول بتطلع الكوره والتصويبه الاولى، لكن في فاول ورميه حره، رميه حره للنادي الاهلي. يلا يا اولاد البدايه ان شاء الله خير. يلا نصر عيد، هات وخد مع اسراء سيد، ترجع الناحية التانية على طول ل 98، ياسمين عبد الرحيم والتصويبة والهدف الأول. قلت لحضراتكم البداية إن شاء الله. يلا يا نصرة البداية إن شاء الله والهدف الأول للنادي الأهلي. وادي جمهور الأهلي على طول بيقول شدوا حيلكم شوية، يلا يا أهلاوية. الهجمة الأولى انتهت، على طول تبدأ خط الخلفي لفريق قارة الكونغولي. سيلفينا اللي معاها الكوره قدام حضراتكم لرقم 2 سيسيليا، باك اليمين بتاعهم سيسيليا، هات وخد من الخط الخلفي عن طريق 17 سيلفينا صانع العاب، ودخول كده، لكن ان شاء الله ما فيش حاجه اسمها دخول، ان شاء الله كله من بره باذن الله. تاني الهجمه لكارا كونغولي، تمريرات بالعرض توصل على طول عند سيسيليا والتصويبه، وعلى طول والله معاها على طول غدا حسام، غدا حسام طلع كرة على طول لنصر عيد. يلا يا نصر كمل الاسراء، اسراء تاخد تعدي ولا تلعب بالجناح، ترجع تاني الكرة الاسراء لنصر عيد على مهلك نصر على الدايره بتسقط، لكن اطول من اللازم يلمها دفاع كرة الكونغولي، وتبدا على طول بليفا رقم 10 تقف على كورتها، تحاول تسقط على الدايره، لكن هات وخد يفتح دفاع الاهلي، على طول تلعب الكوره فاست بريك. يلا يا اولاد، يلا يا اولاد كملي كملي كملي، الهدف الثاني الهدف الثاني، مش عايزين نديهم فرصه. ساره الخولي، ساره الخولي بتخش وتسجل الهدف الثاني، مش عايزين نديهم فرصه يا اولاد. يلا يا اولاد ان شاء الله المباراه دي لا تقبل القسم على 2، ان شاء الله المواجهات بيننا صعدنا للدور الثاني على مهلها بقى براحتك. 17 سيلفينا صانع الالعاب طلع ليه سيسيليا رقم 2، التصويبه بلاش منها، التصويبه بلاش منها، لكن هدف. ادي التصويبه من بره التسعة متر، هدف اول ليه كارا كونغولي. هجمه اهلاويه على طول تطلع الكوره ياسمين وحيد لنصر عيد لإسراء، جت في رجليها كده تتنقل الهجمه لكارا كونغولي، اتلعبت على طول رقم 10 بليفيا، وسريع جدا سيلفينا بتحاول تخش رقم 17، فاول ورمي حر من بره 9 امتار، نصر موقفها تماما. يلا يا اولاد نلم الهجمه دي، نلم الهجمه دي. ادي التمريرات من الخط الخلفي، هات وخد كتير قوي لسلفينيا، بتحاول تطلع الجناح لكن ترجع تاني هتطلع رقم 2 سيسيليا، ترجع تاني للجناح اللي بتحاول تخش. الله عليكي الله عليكي يا غادة، بتشيل غادة هدف اكيد، تتنقل الهجمة على طول اهلاوية. نصر عيد لو بصت على الدايرة فاضية كان ترجع تاني لإسراء، وقف يا إسراء على كورتك، ترجع لياسمين وحيد على مهلكه يا اولاد، ياسمين وحيد لإسراء على الدايره حلوه، هدف هدف في ايه، هدف ما فيهوش حاجه يا جماعه، اهو استلمت على الدايره
وسجلت. نيل سريع جدا وهدف علينا تاني عن طريق رقم 9 رايشيا، سجل الهدف التاني ليهم. كان الهجمة أهلوية، تمريرات من الخط الخلفي، يلا يا نصرة تطلع على طول عند ياسمين وحيد، ياسمين لإسراء سيد لنصرة عيد، تصويبة. الله عليكي، الله عليكي، تسلم إيديكي، الله عليك يا نصر، تسلم ايديكي. هدف ولا اجمل ولا اروع. مش عايزين نديهم الفرصه يا جماعه، عايزين نعلى بالمباراه على طول اول باول. ان شاء الله تكون فرقه النادي الاهلي داخله بمعنويات عاليه، اتكلموا معاهم قبل المباراه اكيد زي ما عرفنا. تاني الهجمه القارق الغولي وتصويبه في العارضه يلمها دفاع الاهلي. يلا يا اولاد، يلا يا اولاد، على طول الخولي بتخش واحد حلو لوحدها خالص، وتسجل وتسجل. برافو دنيا شريف، دنيا شريف بتخش وتسجل اهي. هدف ولا اروع ولا اجمل، دنيا شريف بتخش وتسجل. الباست بريك اتلعب سريع. يلا يا اولاد نقطع الكره دي مهمه جدا. تمريرات بالعرض، تحاول تخش من النص لكن في صفاره وفاول عكسي، يبقى الهجمه اهلاويه. استلم كورتك وقف، استلم كورتك وقف، معلش معلش. نيل تاني لكاره كونغولي، اتلعبت، تبدا على طول عن طريق رقم 2 سيسيليا، هات وخد لرقم 3. اتنقلت في النص عند سيلفينيا، لسيسيليا تاني، وقعت من ايديها، يبقى الهجمه اهلاويه. اتلعبت، لازم تتلعب من مكانها تاني، تلعب نصره تطلع كورتها ليه غدا حسام. اتنقلت الهجمه تاني لنصره، اسراء سعيد في الباك اليمين لنصره، ترجع الكوره عند ياسمين وحيد لنصرة التاني. بدأ يطلعوا علينا من بره التسع امتار، يقابلونا من بره، ان شاء الله نجري ونسقط الكرة خلف الدفاع يا اولاد. يلا نصر عيد، التصويبة وهدف. في صفارة، انا معرفش في ايه، يحسب الهدف. طيب يا راجل احسب الهدف وبعدين صفر براحتك. فاول للاهلي، ادي التصويبة اهي وهدف. انا معرفش كان حسب، المفروض كابتن نصر عيد لاسراء، عدى اسراء، كملي كملي يا اسراء، خد الهجمه الجزائيه يا اسراء، كملي وخش. ادي اسراء بتعدى اهي، عندها المهاره دي كويسه. تاني الهجمه من بره، نصر عيد على طول تطلع ليه ياسمين وحيد على الدايره، تطلع تسلم لاسراء، كملي يا اسراء، كملي وخش، كملي وخش يا بنتو. لسه الهجمه اهلاويه، واربعه اتنين النتيجه. نصر عيد على طول تطلع كورتها لياسمين، ياسمين وحيد بتحاول تسقط على الدايره، ترجع تاني لاسراء. الحته دي مقفوله، لازم يشغلوا الاجنحه، لازم يشغل الاجنحه يا اولاد. النص مقفول علينا، فاول ورميه حره على التنفيذ على طول رقم 98، والتصويبه والهدف، الهدف الخامس اهو. نصر عيد بتسقط كرة حلوة على الدايرة، بتخش ياسمين محمد وتسجل الهدف الخامس. 5-2، يلا يا اولاد ان شاء الله نقدر نتأهل للدور الثاني. وادي الهجمة لسه لكارة كونغولي، تمريرات بالعرض توصل لصانع الالعاب سيزيفينيا، توصل ل 13 نيلي. سيلفينيا تانية بتحاول تكمل وتخش، عايز رمية جزائية لكن في فاول، رمية حرة من بره التسع امتار. اتلعبت على طول، تاني هات وخد من الخط الخلفي، حاول تستلم كويس قوي، استلمت سيلفينيا وترجع للجناح، نقطع الهجمة دي وتصويبة. ومي وغدا هشام، غدا تشيل، غدا تشيل، لكن في هنا حكم بيقول فاول علينا تاني.
وقطع كده من غير كوره للدايره، بيلعب 4-2، تنزل الجناح تزود على الدايره على اساس يبقى في تصويب من بره. لسه الهجمه لكارك كونغولي تاني، بتحاول تعدي والفاضيه خالص لوحديها وتسجل، فاضيه خالص لوحديها نيلي بتخش وتسجل هدف ثالث 5-3. يلا يا اولاد نصر على مهلك، دي ياسمين لساره تاني، نصر لاسراء، يلا يا اسراء عدي كملي انت، طلع الكره عند الخولي يمكن ترجع تاني، بتحاول كده تكمل لكن تاخد فاول ورميه حره على طول 19 ساره الخولي، والتصويبه كده لكن شلح حارس المرمى وتتنقل الهجمه ليه؟ كارك كونغولي على مهلها خالص، رقم 3 بلفينيا تاني التمريرات، بتحاول كده تتكلم مع صانه الالعاب سليفيا والتصويبه وهدف، مش عايزين ندي يا جماعه الفرصه لكده، وادي جمهور الاهلي ادي التصويبه عاليه حلوه لكن مش عايزين. 11 دقيقه مرت من زمن الشوط الاول، مش عايزين ندي الفرصه يا جماعه لان هم يتعادلوا معانا. يلا يا اهلاويه على طول الكره بتتلعب ليه؟ ياسمين وحيد عدي ياسمين لساره ليه؟ نصر عيد والله ال 99 اللي نزلت دلوقتي، والتاني الهجمه اهلاويه لسه الاهلي قطعت على طول، تبقى الهجمه تاني ليه؟ كارك كونغولي اتلعبت الكوره والله، كانت شيماء كانت داخله كويس قوي شيماء عماد، لكن لسه الهجمه وبتحاول تخش وتسجل، اتحسبت هي دخلت كويس قوي وسجلت لكن الحمد لله ما اتحسبتش، حسبت فاول عليهم، تبقى الهجمه اهلاويه على طول 98. ياسمين تحاول تعدي، ياسمين وحيد وتخش وتسجل، برافو برافو ياسمين، ياسمين وحيد عدت كويس قوي اهي وسجلت الهدف السادس للاهلي 6-4. طول ما احنا الفرق بيننا وبينهم اكتر من هدفين ان شاء الله نبقى مستريحين، وعلى الدايره بتسقط، كان في فاول ورميه حره، فاول ورميه حره اتلعبت على طول لسلفينيا تاني، مستنيها بقى رقم 13 نيلي تستلم لكن ترجع للجناح اللي بتخش وبره بره، رميه مرمى رميه مرمى للنادي الاهلي على طول، غاده تلعب امسك الكره على مهلك تاني، هات وخد من الخط الخلفي توصل لشيماء عماد، هات وخد مع ياسمين محمد توصل لنصره لشيماء، تحاول تصوب لكن خارج الملعب في صفاره وفاول، فاول للاهلي اتلعبت على طول، تحاول تسقط على الدايره لكن اللي ما دفع كاره تبقى الهجمه المرتده، لازم نوقف الكوره هي والجول وتسجل، مستريح بتسجل مستريحه قوي رقم 14 من ويل اهي بتخش وتسجل، لسه الهجمه للاهلي على مهلكوا يا اولاد، نزلت تاني اسراء سعيد بتحاول تعدي كده من الجناح لكن ترجع تاني، الهجمه عند ياسمين وحيد لاسراء، يلا يا اسراء ترجع لشيماء اللي بتحاول تعدي، قابلها الدفاع من بره بيحاولوا يقابلوا النص عندنا من بره، وصلنا للدقيقه ال 14 تقدم مازال اهلاوي 6-5. يلا يا اولاد هاتوا خد من بره، حاولنا نعدي كمالي كمالي سجاني
رميه مرمى للاسف طلعت عملت بند كده بتبقى بره الملعب. مش عايزين نستعجل مع فرقه زي دي. هجمه للكره الكونغولي على مهلها خالص 13 نيلي في الجناح لبلفانا ترجع تاني في النص عن صانع الالعاب سلفينيا والتصويب لكن غاده تشيل ويبقى الهجمه اهلاويه. نصر عيد عدي كملي خدي فاول نصرة على طول تطلع الكره لياسمين تستلم على طول دعاء لكن ترجع تاني. وادي جمهور الاهلي زي ما قلت لحضراتكم اللي بيحضر داخل الصاله رقم واحد صاله الامير عبد الله الفيصل. وهجمه اهلاويه اسراء سيد طلع عند الخولي سارة الخولي لاسراء تاني ليه نصر عيد هتحاول تصوب لكن تاخد فاول نصرة على مهلنا يا اولاد. مش عايزين نجاريهم البدن بتاعهم اعلى. تاني اسراء بتحاول تصوب اسراء لكن شلح حارس المرمى والمرتده السريعه بيجروا كويس قوي هي والجول. والحمد لله الحمد لله غاده حسام بتشيل برافو يا غاده برافو يا غاده. والهجمه اهلاويه الجناح حلو قوي 13 مي هشام وعلى الدايره وهدف هدف الهدف السابع الهدف السابع ياسمين محمد. ادي ياسمين على الدايره بتخش وتسجل وادي الكوره اللي شالتها بالتدار غاده حسام. يلا يا اهلاويه هجمه الكوره على مهلها نيلي. وادي صانت الالعاب بتاعتهم سلفانيا بتقول كده ان هي هتنفذ حاجه في الملعب. هات وخد من الخط الخلفي وبتجري فعلا تعمل تقاطع لكن الحمد لله غاده حسام بتشيل الهجمه اهلاويه. ادي التصويبه اهي وغاده بتشيلها وعلى طول كده بتتنقل الهجمه تاني وفاست بريك الحمد لله في ايه فاول عكس برافو برافو وعلى طول المرتده السريعه. يلا يا اولاد كملي وهدف كملي وهدف برافو برافو يا اولاد. والله ساره الخولي اهي بتاخد الكره وتخش وتسجل. طول ما احنا زايدين عليهم بثلاث اهداف نلعب مستريحين يا اولاد. تاني الكره مع كاره كونغولي تمرد من بره ما نحاولش ان هم يصوبوا علينا. تاني الكوره لسه ارتقاء عالي تصويب تيجي في الدفاع تبقى رامي الجانب. الدقيقه 18 من زمن الشوط الاول. مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان مباراه الاهلي وكاره كونغولي اللي ان شاء الله عن طريقهم نوصل للدور الثاني. وعلى طول المدير الفني بتاعهم طلب طيب اوت على اساس ان هو يتكلم مع الفرقه وانا شايف بيسا اهي بتتكلم مع اللاعبات على اساس التصويب من بره يبقى في بلوك. وادي على طول معاهم كابتن ياسر صلاح بيكلمهم بيقول لهم ان هم بيجروا كتير من بره بعد كده في واحده بتتقابل بتستلم وتشوط فنقابل بعد كده من بره او نعمل البلوك على اساس ان احنا نقطع. وادي هو موجود بيسا الاشاره بتقول لها قبليها من بره. ان شاء الله يستوعبوا ولادنا الكلام ده ويكون التايم اوت ده فرصه ليه كابتن بيسا وكابتن ياسر صلاح ان هم يظبطوا دفاعاتنا سواء من ناحيه اللي هيقابلوهم من بره هيقابلوا مين فيه الباكين اللي بيشوطوا من بره او اسكان التقاطع يبقى في حد يقطع الكوره ونعمل الفاست بريك او الهجوم المضاد السريع بتاعنا. ان شاء الله يكون الكلام ده. يعني احنا هنا برضه ما نقدرش نحكم ايه اللي اتقال لكن احنا نتمنى ان يكون كلامنا ده في شيء من الصح. وادي النتيجه قدام حضراتكم 8-5 17 دقيقه ونص. يلا يا اولاد انتهى الوقت المستقطع اللي طلبه المدير الفني لكاره الكونغولي ونشوف ايه اللي هيتقال في الملعب. ادي التمريرات من بره الجناح وبنقابل على طول اهو ما بنديهمش فرصه وبتخش
وبتشيلها وبتشيلها بتشيلها غدا حسام، لكن بسبطارة. هنشوف الحكم حاسب ايه. اعتقد راح حاسب رميه جزائيه، رميه جزائيه، رميه 7 امتار وبتخش رقم 1 حارسه مرمى النادي الاهلي هند اشرف. هند يلا يا هند، ان شاء الله تكوني موفقه في الكره دي. وبتنجح لعيبه كوره ان هي تسجل رقم 13، بتسجل نيلي الهدف الساتت. يلا يا اولاد نصر عيد على طول تطلع ل 88 ياسمين وحيد. ومش عايزين نستعجل في الكوره يا اولاد، هم سرع جدا بدنيا عاليين. والحمد لله 4 خطوات تبقى الهجمه اهلاويه. نزلت غدا تاني، على مهلكم يا اولاد، ناخد زمن الهجمه كامل. بتطلع من على الدايره تستلم، لكن في فاول ورميه حره من ناحيه الباك اليمين. ناسف كده لانقطاع الصوره. وزي ما قلت لحضراتكم اللقاء تاني، وعلى طول طبعا بنعتذر لحضراتكم الصوره كانت من المصدر مقطوعه. والهجمه ليه فريق قارة كونغولي اللي بيحاول كده يخش من ناحيه الباك اليمين، لكن ان شاء الله قادرين ان احنا نوقفهم. وادي التمريرات تاني، هات وخد من الخط الخلفي، بتحاول صانعه الالعاب بتاعتهم سلفينيا وعلى الدايره بتحاول تسقط، لكن على طول دفاع الاهلي معاها. وادي قدام حضراتكم بقى بتحاول تلف كده عايزه تخش، لكن الحمد لله الدفاع المصري اقوى من كده باذن الله يا اولاد. لسه الهجمه الكاره وبيسقط للجناح لوحدها خالص وبره الحمد لله، بره رميه مرمى، رميه مرمى. على طول تطلع الكوره غدا حسام لاسراء سيد. اسراء هات وخد مع شيماء عماد. شيماء بتلعب دلوقتي كصانع العاب، تطلع الكوره ليه ياسمين وحيد لشيماء تاني، تكمل شيماء وتسجل وتسجل. الله عليكي الله عليك يا شيماء، تسلم ايديك يا بنتي. ادي عدت الكوره اهي ولعبتها لب من فوق حارس المرمى، وهدف ال 12 للاهلي. يلا يا اولاد ونقطع الكوره، لكن معلش بره الملعب، بره الملعب الكوره معلش، اتحسبت فاول على الاهلي. فعلا رمي الجانب صح كده، احنا قلنا بقى من اول رميه مرمى، لكن الحكم يعني الحمد لله لسه الهجمه مع قرر الكونغولي. ونحاول نقطع الكوره دي، نحاول نقطع تاني التمريرات وسقط على الدايره توصل للجناح، لكن ترجع تاني سيلفاني اللي بتحاول تطغي الكره للجناح، لكن في هنا فاول عكسي المفروض، في فاول عكسي لينا، لكن ما اتحسبش، اتحسبت على طول ليه كارا كونغولي. سقط للجناح تاني، لكن على طول معاها رقم 13 من النادي الاهلي مي هشام. تاني الهجمه لسه الكاره بتحاول تسقط على الدايره، لكن مقطوعه واتنقلت الهجمه اهلاويه على مالك خالص. تبدا على طول ياسمين وحيد لاسراء، تنزل صانه الالعاب شيماء عماد الدين، شيماء لاسراء سيد. هات وخد من الخط الخلفي لشيماء تاني، تحاول تسقط عند الجناح، لكن ترجع تاني الكوره حلوه والله لو استلمت، حلوه لو استلمت، لو استلمت الكوره دي وهي بتجري كانت ممكن يبقى فيها كلام تاني. ياسمين محمد لسه الهجمه اهلاويه، على طول الكوره بتطلع عند مي هشام وبتحاول تسقط على الدايره، لكن بتقطعها طريق كارا كونغولي وتبدا الهجمه المرتده. نحاول نوقف يا اولاد، سيبيها خالص معلش، سيبيها بدل ما تاخدي دقيقتين وتخش من الجناح رقم 15 دانيالا وتسجل. وعلى طول هجمه اهلاويه
بننجح في التسجيل. الهدف ال 13، الهدف ال 13 اكيد هنشوفها تاني. ما شفناش مين اللي دخل اهو. ادي الكوره سريعه جدا، حلوه حلوه حلوه، برافو برافو والله يا شيماء، شيماء عماد الدين. الهدف ال 13، 13-7. هجمه الكره تكون غولي. يلا يا اولاد ان شاء الله المباراه بتاعتكم ان شاء الله توصلوا للدور الثاني. وتصويبه في العارضه، نلم الكوره على طول، فاست بريك سريع لسار الخولي لاسراء. هدف، الله عليكم يا اولاد، الله عليكم، تسلم ايديكم يا اولاد. ادي الكوره من نصر عيد على طول تطلع لسار الخولي لاسراء سيد، وهدف. الدقيقه 25، 14-7. يلا يا اولاد، يلا يا اهلاويه، الفرحه الليله دي قويه ان شاء الله باذن الله. تاني الهجمه، تمريرات من الخط الخلفي، هاتوا خط من وسط لام كتير، واربعه اتنين على الدايره بيعملوا تحجيز لحد يخش. نخلي بالنا، نخلي بالنا، بيعمل اربعه اتنين على الدايره علشان حد يقطع ويكمل. الدفاع المصري يمنع ان شاء الله. وادي التصويبه لكن خارج الملعب، ورميه مرمى اهلاويه اهو، فاول عكسي. وانا شايف هدف، الهدف ال 15، اكيد هنشوف مين يسجله تاني. الهجمه بتبقى سريعه جدا، الهجمه هنشوف مين اكيد اهي. الله عليكي، رقم 13 مي هشام، مي هشام بتسجل. يلا يا اولاد، المباراه ان شاء الله بتاعتنا. اقطعي يا اسراء، اقطعي يا اسراء وكملي، اقطعي وكملي. تاني لسه الهجمه مع كارك بنغولي، التصويبه. الله يا حارس المرمى، الله يا غاده، الله عليك يا غاده. لكن اللي بترتد تاني لكارك بنغولي، غاده حسام بتشيل. تاني مع كاره، تعدي تقطع الكره اسراء لكن تاخد فاول. لعيبه كاركون وول رقم 10 في الجينه، وفي فاول ورميه حره لازم تتلعب من مكانها. والتاني بتحاول تعدي لكن اسراء تمنع الكوره، تبقى الهجمه اهلاويه. تستلم نصرة ولا ايه؟ في ايه؟ تايم اوت على طول طلبه كابتن ياسر صلاح، هيتكلم بقى مع فرقته. بدانا كده اعتقد فاضل دقيقه او دقيقه ونص على نهايه الشوط، واحنا متقدمين 15-7. هم بدنيا عاليين، فعايزين ان احنا نهد ملعبنا، ما يبقاش فيه اصابات عندنا. القوه البدنيه بتاعتهم هم اعلى مننا، عشان كده عايزين نجرهم، نجرهم لطريقه لعبنا احنا، فبالتالي هم يلعبوا على طريقتنا مش ما نجرهمش في سرعتهم. ان شاء الله الكلام ده يكون اتقال في الملعب، وان شاء الله ننهي المباراة بفوز ولا أروع ولا أجمل. يا هنا للدور الثاني، انتهى الوقت المستقطع، ننزل ملعب المباراة ونشوف ايه اللي اتقال. وادي جمهور الأهلي العظيم اللي موجود في صالة الأمير عبد الله القيصر بالقاهرة بالنادي الأهلي، ومستنية كده على طول. في صفارة لسه ما بدأناش، ياسمين محمد على التنفيذ، تنقل الكرة على طول عند شيماء عماد، صانع العاب لياسمين، لشيماء تاني، هتكمل وتسجل وتسجل، برافو، الله عليكي، بتخش وتسجل شيماء. الهدف ال 16، ان شاء الله على الفوز، ناويين على التأهل بإذن الله، بإذن الله على التأهل، ناويين بإذن الله أهلاوية. يلا تاني الهجمة لسه الكرة، الدقيقة 28، يعني دقيقتين بس تفصلنا عن نهاية الشوط الأول. وهدف لكارك كونغول، الهدف الثامن. تاني الكورة بتحاول تعدي سارة الخولي لكن في فاول، ورمية حرة أهلاوية على طول اتلعبت الكورة تاني لإسراء سيد، هتكمل إسراء، تاخد فاول إسراء، فاول ورمية حرة للأهلي. اتلعبت الكرة على طول عند ياسمين، ياسمين وحيد، هات وخد مع شيماء عماد، توصل لإسراء لياسمين، حاول تكمل، كملي
كملوا خد رمية جزائية، لكن خدت فاول برمية حرة من بره، تعمل لها التحجيز كويس اهو كملت، والله الدفاع من جوه، الدفاع من جوه فعلا، الدفاع من جوه زي ما قلت لحضراتكم، ورمية جزائية على طول. نصرة عيد، يلا يا نصرة الهدف ال 17 ان شاء الله، يلا يا نصرة الهدف ال 17، الهدف ال 17، يلا يا اولاد ان شاء الله تكمل على خير. 17-8 اجمل كرة كونغولي، تاني التمريرات من بره ده، لكن بتحاول تقطع، والدقيقة الأخيرة خلاص، تاني بتحاول تعدي ورامي الجانب ولا إيه؟ لا لحقتها، تاني قابل الدفاع المصري جامد، برافو يا أولاد، لسه الهجمة مع كرة كونغولي، اقطع الكرة دي، نقطع الكرة دي، نقطع الكرة دي، على طول والله معاها مي هشام، لسه الهجمه، وكابتن ياسر صلاح بيقول فينس لعب السلبي، لكن ده لسه تاني مع القرا، والهجمه طولت قوي، مفيش اشاره اللعب السلبي، اهو لسه بدا يرفع ايديه، تاني بتحاول تعدي لكن تاخد فاول، رميه حره، رميه حره القرا الكونغولي اللي بتحاول تخش بجسمها، لكن ترجع الكره تاني للجناح، وتاني فاول على التنفيذ ديلي، بقيت لما دفاع الاهلي، برافو، امسكوا كورتك، امسكوا كورتك، والمرتده السريعه، والجول، ونسجل، ونسجل الهدف، ونسجل الهدف على طول، ساره الخولي، ساره الخولي بتستلم الكوره وتسجل، وتسجل الهدف ال 18 عشان ينتهي الشوط الاول مشاهدينا الكرام بفرق 10 اهداف كاملين، 18-10 ان شاء الله يكون بالفوز من نصيبنا وحلفنا في ضوء الشوط الثاني، ونتاهل ونفرح كلنا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. استراحه قصيره استاذنكم فيها وفاصل صغير ونرجع مع الشوط الثاني. وادي جمهور الاهلي العظيم، وعلى طول الهجمه لكرة كونغولي 18-8 زي ما قلت لحضراتكم، ادي التمريرات من بره، هيحاول يسلسله كتير وتصويبه، لكن تيجي في دفاع الاهلي، لكن ترجع تاني للجناح، وتاني التصويبه، وهدف تاسع، هدف التاسع لكرة كونغولي، وعلى مهلها على طول اسراء سيد، اسراء، تغييرات الدفاع والهجوم بتتم عندنا، اسراء على طول، هات وخد من الخط الخلفي، تحاول كده تاني، فاول ورميه حره لاسراء، نصر عيد جنبها كصانع العاب، ترجع الكره تاني عند رقم 19 ساره الخولي، هات وخد، وتمريرات من الخط الخلفي توصل لدعاء حلمي، لكن ترجع تاني الكوره على الدايره ليه ياسمين وحيد، تاخد فاول ياسمين، رغم الدفاع من جوه والحكام رافعين اشاره اللعب السلبي، ادي اسراء للخولي تاني، ساره الخولي، يلا يا ساره عايزين تصويباتك بقى، تاني الاسراء بتصوب اسراء، لكن تيجي في الدفاع تبقى رامي الجانب، رامي الجانب للاهلي، ساره الخولي على التنفيذ، ساره اسراء سيد، تهرب تستلم منها على طول، وايه اتحسبت علينا، والهجمه المرتده السريعه، نقابل كده نوقف، برافو، برافو يا اولاد، نوقف كده من بره، تاني لسه الهجمة مع كرة كونغولي، تمريرات بعرض الملعب، سيلفينيا
حاول تعدي لكن ترجع تاني سيلفينيا هات وخد نزل سقط للجناح بتحاول تخش الله الله عليك يا مي غدا حساب بالصد بص حضراتكم الكوره وادي غدا حساب في المكان المظبوط في المكان المظبوط يا غدا برافو والهجمه اتنين الاهلاويه على طول ساره الخولي بتحاول تعدي لكن فاول رميه حره لاسراء هات وخد تنقل الهجمه عند شيماء شيماء تصويبه حلوه هدف ال 19 الهدف ال 19 ادي التصويبه اهي الارتقاء العالي التصويب ترجع على طول تاني تسجل فرقه قاهره الهدف العاشر يبقى 19 10 لسه الهجمه اهلاويه يلا يا اولاد اسراء تحاول تعدي ناخد فاول اسراء فاول ورميه حره على طول اتلعبت توصل ليه شيماء في النص شيماء هات وخد من الخط الخلفي للاهلي بيتحرك كويس قوي تقاطع من غير كوره حلوه قوي توصل لاسراء هتسقط لمين لشيماء لكن مقطوعه الكوره تبقى الهجمه لكارك كونولي بتكمل حارس المرمى بالكوره لكن لسه تاني طبعا كابتن بيسا هي وكابتن ياسر صلاح على طول تعليمات اول باول لفرقتهم وعلى مهلها خالص فرقه كاره احنا مش عايزين اكتر من كده الفرق لصالحنا تاني بتحاول تصوب لكن تيجي في الدفاع لمها على طول الاهلي والمرتده السريعه وهي وجود وتسجل وتسجل هتسجل على طول 99 شيماء عماد شيماء عماد بتخش وتسجل هدف ال 20 في دقيقتين هنا دقيقتين اشوف على مين نزلت نصرة وادي الهدف الجميل اللي سجلته شيماء عماد لسه الهجمه الكره وتقع من ايديها وتبقى الهجمه اهلاويه نصر عايز تستلم تطلع كرتها على طول ليه 88 ياسمين وحيد لكن في فاول الهجمه ما كملتش يبقى المرتده السريعه علينا هتحاول تعدي من الجناح لكن نوقف الكره دي يا اولاد اهو بنقابل من بره كويس يا نصره نصر عيد بتقابل كويس قوي من بره ادي التمريرات هات وخد تاني بتحاول تعدي توصل للجناح تاني بلينا لكن تاني التصويبه هتخش من النص ولا ايه لا والله تاني البلينا في الجناح لكن في فاول فاول ورميه حره على 13 مي هشام اهي لسه الهجمه وشرط اللعب السلبي كملت وعدت لكن والله حلوه غدا هشام بتمنع وفي فاول هنا في دقيقتين المفروض برافو يا حكم في دقيقتين دقيقتين على لاعيبه كارا الكونغولي احنا كده هنكمل قبلهم بدا كابتن ياسر تاني يدفع بنصر عيد نصره على طول جنبها ساره الخولي شيماء اسراء في النص هات وخد تحاول تعدي اسراء وتكمل وتسجل وتسجل اسراء الهدف ال 21 برافو يا اولاد 21 10 اصرار لعيبه الاهلي على الفوز النهارده وصعودهم للدور الثاني اكيد من الكلام اللي اتقال لهم قبل المباراة والحماس اللي خدوه لسه الهجمة ليه كارك كونغولي زي ما قلت لحضراتكم ان شاء الله نفوز باللقاء ونقابل اول المجموعة التانية المجموعة اللي فيها فابي الكاميروني بيترو اتلتيكو الانجولي سبورت الكونغولي وهيبات الافويري هنعرف الترتيب بتاعهم ايه بعد المباراة مباشرة
هنقابل الاول فيهم. وادي الشرط اللي هي بالسلبي. وبتعدي كويس، بتعدي كويس والله، لكن تيجي في العارضه الحمد لله تلمها نصر عيد، تلعب المرتده السريعه من قطاع دفاع. كره كونغولي يبدا هو هجمه مرتده تاني، وثلاثه على اثنين وتسجل. والله حلوه، برافو، بتشوط وغادة حسام بتمنع. والهجمه المرتده الاهلاويه، وساره الخولي بتكمل ورميه مرمى. لازم نستحمل، لازم نهدي، نهدي الملعب عن كده شويه يا اولاد. ادي الفاست بريك ده ما يضيعش ابدا من ساره، وعدت كويس قوي، لكن حارس المرمى بيشيل الكوره. ترجع الهجمه تاني لكره كونغولي. ادي التمريرات من بره، يبدا دفاع الاهلي يقابل ما بين السته والتسعه. لكن لسه الهجمه تاني لكره كونغولي، حاول تعدي وتنجح لكن في العارضه. وفي ايه؟ في صفاره، في دفاع من الداخل، في رميه جزائيه. رميه جزائيه على الاهلي، اعتبرها هو دفاع من الداخل فعلا. ونازله رقم 22 مي علي. يلا يا مي، النهارده الاهلي مسجل ثلاث حراس مرمى، مي علي وغادة حسام وامنية خالد. ان شاء الله تصد الكوره دي وتسجل الهدف ال11 رقم 13 تالي. والهجمه الاهلاويه على طول، الكوره باسراء هتحاول تكمل وتعدي، كان ترجع تاني لشيماء عماد. هات وخد من الخط الخلفي لاسراء، وهتحاول تقطع كده وتنجح فرقه كاره، وهي والجول لوحدها خالص. والله عليكي، الله عليكي يا غاده، الله عليكي يا غاده. انفراد، لكن غاده ايه الابتسامه الجميله بعد الصده الحلوه. الله عليك يا غاده، الله عليك يا غاده. غاده حسام بتشيل هدف اكيد عشان تحتفظ بالفارق 10 اهداف للاهلاويه. في تغيير في مراكز اللاعبات كده داخل الملعب. اسراء لساره الخولي، هات وخد من الخط الخلفي، توصل لشيماء تاني لاسراء، حاول تطلع لشيماء وعلى الدايره لنصره، وتكمل نصره. كمل يا نصره. وادي طبعا الصدة الجميلة اللي شالتها لنا غادة حسام، والكاميرا بتكافئها وتقف عليها شوية. لسه الهجمة أهلاوية، في فاول يا جماعة، لازم نستحمل، لازم نشتغل من بره، ما ينفعش القوة البدنية بتاعتهم أعلى مننا. شيماء عماد، لازم نشتغل مع الجناحين يا جماعة، لازم نشغل الجناحين. إسراء هتسقط على الدايرة، خش وتسجل، وتسجل الهدف 22 على طول، بتخش وتسجل ياسمين محمد الهدف رقم 22. تاني الهجمه بتقع من ايدها لو لميناها. يلا يا نصره استلمي كورتك، خد كورتك استحوذها يا نصره، كان هي اللي استحوذت عليها. لسه الهجمه مع كارك كونغولي، ان شاء الله ماشيين كويس الشوط التاني ايضا يا اولاد. يلا فرحوا مصر كلها النهارده، مصر كلها النهارده اهلاويه. والفاول ورميه حره من بره كده. لسه النتيجه 21-11، الهدف لم يحتسب. والتصويبه وخارج الملعب، رميه مرمى، فاست بريك سريع، مين يستلم؟ دعاء حلمي استلم الاول يا دعاء. ترجع الهجمه تاني لكارك كونغولي، تبقى هي والجول. ويالله عليكي، نجمه النهارده يا بنت، والله والله نجمه النهارده، يا النهارده يومك غاده حسام. كلكتني مره، انت سقفي بقى، الجمهور كله يسقف لك. غاده حسام النهارده بتتفوق وتصد مرتين ورا بعض انفرادات. الله عليك يا غاده. يلا يا اولاد، نصر عيد على التنفيذ، تطلع للشيماء عماد الدين لنصر، استلم يا نصر الاول، لكن على طول كارك كونغولي يقطع
مش عايزين نعمله يعملوا علينا المرتدات، يلعبوا راحتهم الهجوم المنظم احنا نقدر نقطع. تاني الهجمه لسه لكاراكون وولي، بتحاول كده من بره، تمرير واستلام عند سيلفينيا وفي فاول، رميه حره من بره 9 امتار، والديال 12، وعلى طول هنا في تايم اوت اعتقد المدير الفني لفريق كاراكون وولي طلبه. مظبوط الكلام، يبقى هنا كاراكون وولي بادئ اللقاء بثمان اهداف، الشوط الثاني سجل 3 اهداف، احنا بادئين ب 18 مسجلين حتى الان 21، يبقى 3 اهداف و3 اهداف، لكن هنا الافضليه للاهلي. ليه؟ هنا الدفاع الاهلاوي صامت حتى الان، حارس المرمى عندنا جدع حسام صد انفرادين ورا بعض، ده بيدي معنويا لفرقه الاهلي ان هي تعلى وتثبت في المباراه، بالتالي ده هيخلي الروح المعنويه عند فرقه كاراكون وولي تقل شويه. عشان كده بقول لحضراتكم ان شاء الله المباراه بتاعتنا ان شاء الله نوصل مستريحين الدور الثاني ونقابل اول المجموعه، اي نعم هتبقى مباراه صعبه جدا علينا، لكن على الاقل يتقال ان النادي الاهلي في دور الثمانيه للسيدات. انتهى الوقت المستقطع، ننزل لملعب المباراه ونشوف كده ونتابع مع بعض. كاراكون وولي قدام الاهلي المصري، بطوله افريقيا ابطال الكؤوس للانديه رقم 34 والتصويبه وخارج الملعب، لكن في صفاره، رميه حره من بره 9 امتار، تاني بتلعب السريعه تحاول تخش، يمكن تاخد فاول ولا ايه؟ لا، خدت رميه جزائيه، دفاع من الداخل، النبادي واقفه مي غدع حسام مغيرتش، غدا حسام مغيرتش النبادي، الصدتين اللي عملتهم لانفرادات ان شاء الله يكون دافع ليها ان هي تصد الرميه الجزائيه دي. يلا يا غدا، يلا يا غدا، وتسجل وتسجل رقم 13 تيلي، بتسجل رقم 13 تيلي الهدف ال 12. معلش يا اولاد، يلا تغيير في مراكز اللاعبات تاني جوه الملعب، توصل ليه نصر عيد تصوب، لكن شيل حارس المرمى تبقى المرتده السريعه، قطع تاني للاهلاويه وعلى الدايره، ويا راجل احسب رميه جزائيه، اتحسب الهدف، اتحسب الهدف، ايه الهدف ال 22 ايه، استلمت على الدايره كويس قوي ياسمين محمد وقدرت انها تسجل الهدف ال 22 22 12، يرجع الفريق تاني 10 اهداف اللي بادئين بيهم الشوط الثاني. تاني هات وخد، تمرير واستلام من بره، نحاول نقطع يا اولاد، يلا لسه الهجمه لكاراكون وولي، ومفيش اشاره اللعب السلبي ولا حاجه خالص. تاني بتحاول تخش كده بالدفاع الاهلاوي جوه الست عشان تحسب رميه حر رميه جزائيه، لسه الاهلي تاني اهو يبدا يقابل من بره، سيلفينيا تاني للجناح، هتكمل وتخش، والله عليكي الله عليك يا غاده، الله عليك يا غاده، اليوم ده يومك، اليوم ده يومك يا اولاد، والله غاده حسام عامله مباراه ولا اروع ولا اجمل، انفرادات بتشيل، تصويبات من بره، اللهم صل وسلم عليك يا غاده، احنا ما بنحسدكيش يا بنتي، لكن الله عليك النهارده. يلا يا اهلاويه، ادي التمريرات لنصر عيد، هات وخد من الخط الخلفي، اسراء لنصره، فاول رميه حره، يلا يا نصره عايزين تصوباتك، عايزين اختراقاتك يا اسراء، تصوباتك يا دعاء لسه ما شفناهاش، وساره الخولي برضه، وادي نصره بتحاول تاخد فاول، ترجع على الدايره تستلم، ياسمين تطلع تلعب، وهدف، هدف لسه بقول لنصرة، عايزين تصويباتك ما شفناهاش، ادي التصويبة اهي، ادي التصويبة اهي، اديها 16
و23 2 و12. نلعب مستريحين يا اولاد. المباراه بتاعتنا نص الشوط خلص خلاص. يلا يا اولاد وتحاول نقطع وتكمل. برافو، عملت خداع جميل وسجلت الهدف 13. وقع على الارض رقم 11 جولينا، ان شاء الله تكون سليمه وتقوم. عملت خداع جميل وعدت وسجلت الهدف 13 23 13. وادي تغيير المراكز اللي قلت لحضراتكم عليه. وادي نجمتنا النهارده غدا حسام، على طول ترجع في النص، صانع العاب شيماء عماد، وجاري من غير كوره واستلام كويس قوي من اسراء، ترجع تاني لشيماء على الدايره السقط، لكن ترجع لاسراء. نستهلك اكتر وقت ممكن من زمن الهجمه يا اولاد. تاني شيماء لاسراء، سقط على الدايره يا اسراء، ما تحاوليش ان انت تخش في وسط دول، بدنيا هم عاليين علينا يا جماعه. تاني ادي التمريرات من بره، شيماء تحاول تعدي توصل لاسراء. بص بدأوا يقابلونا من بره، بدأوا يقابلونا من بره عشان يدعمونا جسمانيا، لكن الهجمه المرتده مقطوعه من دفاع الاهلي، وعلى طول مستنيه دعاء حلمي في صفاره. وهنا طيب اوت بيطلبوا كابتن ياسر صلاح، اكيد بقى هيتكلم معاهم على ان احنا مش عايزين نجاريهم بدنيا، ما نقدرش عليهم، مش عايزين الاحتكاك البدني بيننا وبينهم، هم يكسبونا طبعا فيها، فبالتالي لازم نلعب من بره. هم بدأوا يطلعوا علينا من بره التسع امتار، عشان كده الجري من غير كوره كتير قوي، لازم يكون تمرير واستلام من بره، لازم نشغل الجناحين. احنا عندنا دعاء حلم موجوده وعندنا ساره الخولي موجوده، لازم الاثنين يشتغلوا. اعتقد كابتن ياسر صلاح نشوف قال لهم ايه في الملعب، انتهى الوقت المستقطع وننزل ملعب المباراه ونشوف ونتابع. 23 13 الشوط الثاني، بطولة افريقيا للاندية ابطال الكؤوس، نهاية دوري المجموعات. وادي الصدة الجميلة اللي شريتها غدا حسام. نبدأ نلعب، شيماء طلع على طول عند اسراء لشيماء تاني، هات وخد لاسراء. هيوقف الملعب هنا اسراء، بتشتكي ان فيه ميه في الملعب، لازم يوقف الملعب عشان سلامه اللاعبين طبعا. يرجع للملعب تاني، وعلى طول شيماء عماد ليه دعاء حلمي تاني لاسراء ليه الخولي، دعاء حلمي اللي غيرت مركزها وتصويبه، لكن ترجع تاني وتحاول تاني عند دعاء. في تغيير في مراكز اللاعبات كده في النادي الاهلي، وتاني بتحاول تعدي، ولو كملت لو كملت معلش معلش اهو عدت كويس قوي، عملت خداع رقم 9 ياسمين ناصر صلاح الدين، وقدرت تشيل حارس المرمى. ترجع الهجمه اهلاويه، اسراء سيد هات وخد، توصل لشيماء ليه ياسمين الناصر صلاح الدين لاسراء تاني ياسمين هات وخد مع اسراء، تحاول تكمل سقط وفي الجناح، ترجع تاني على الدايره لكن مقطوعه، فاول ورميه حره، لازم نركز احسن من كده يا اولاد، لكن لازم نركز في الملعب. لسه الهجمه اهلاويه وتصويبه، الله 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 الله، تصويبه ولا اروع ولا اجمل، والهدف ال24.
وتاني على الدايرة. الله، نقول ايه بقى، نقول ايه ونعيد ايه؟ النجمة نجمة غادة حساب النهاردة. بص الكرة، بص التصويبة الاول، التصويبة والهدف الجميل من ياسمين الناصر صلاح الدين. وادي الصدة اللي ولا اروع ولا اجمل منها ليه؟ غادة حسام. يلا يا اولاد، تاني ياسمين، ليه ياسمين النصر صلاح الدين، وتصويبه، والهدف الخمسة وعشرين، والهدف الخمسة وعشرين اهو، ادي التصويبه اللي لا تصد ولا ترد عن طريق شيماء عماد الدين، والهدف الخمسة وعشرين. يلا يا اولاد نركز كمان برضو في الملعب، احنا احسن كتير. تاني الكرة بتتقطع لكن رامي الجانب لكرة كونغولي، هات وخد من الخط الخلفي، لازم تلعب، حط رجليها على الخط، اتلعبت الكرة لسلفينيا، صانعة الألعاب بتاعتهم بتوصل لإيه؟ تيلي لرقم 11 جولينا، لتيلي التاني لسلفينيا اللي بتحاول تكمل، والعارضة، والعارضة، لكن هي حاسب ايه؟ هنشوف كده الكوره في العرض اهي، وعلى طول رميه مرمى للاهلي، لعبت على طول ياسمين الناصر صلاح الدين على طول لاسراء، ليه تاني شيماء عماد لاسراء، بتكمل اسراء والعارضه، معلش يا اسراء، وتكمل اسراء والعارضه، العارضه تمنع، هدف اكيد لاسراء، هدف اكيد لاسراء، معلش. يلا يا اولاد لسه الهجمه لكره كونغولي، عادي التمريرات اللي من بره توصل عند جولينا لسلفينيا، تحاول تسقط كده على الدايره لكن تاخد فاول، ورميه حره، الدفاع من ياسمين محمد، لسه الهجمة لكارة كونغولي، تحاول تعمل خداع وتكمل لكن في دست على الخط، وبقى رمية مرمى للأهلي، وهدف جميل اهو ما شفناهوش، لكن والله دخل هي راجعة في الصورة قدام حضراتكم، ياسمين الناصر صلاح الدين اهي بتسجل هدف ال 26 وبترد عليها على طول كارة كونغولي بالتسجيل الهدف ال 14، 26-14. يلا يا اولاد فات الكتير باقي القليل، الدقيقة 22 على طول، اول باول بنتواصل مع بعضينا، والنتيجة حتى الان 26-14 والدقيقة 22. يلا يا اهلي هات وخد، تطلع التمرير واستلام كويس قوي، وتقطع من الخط الخلفي للاهلي، توصل لاسراء على طول ليه ياسمين الناصر صلاح الدين، هتحاول تكمل وسقط على الدايرة لكن مقطوعة، ترجع تاني الهجمة للأهلي، وادي التاني إسراء فاول، ما تخشيش عليهم يا إسراء، صعب عليك قوي، صعب، البنيان الجسماني تقيل، لسه الهجمة أهلاوية، ياسمين الناصر صلاح الدين لإسراء لياسمين، تصويبة، الله 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 عليكي، الله عليكي يا ياسمين بنت اسكندريه، بتصوب وتسجل الهدف ال 27، 27-14 كارك كونغولك، ان شاء الله طريقنا للدور الثاني، دور الثمانيه، تاني التمريرات من بره، سلفينيا توصل ليه جولينا اللي بتحاول تسقط تاني، تلمها وترجع تاني من الجناح وتعمل خداع كويس قوي وتسجل، نشوف الهدف ده اتسجل ولا ايه؟ اهي عدي كويس قوي، عمل الخداع، لا نزلت جوه، والهجمه اهلاويه، اسراء تستلم على طول، ساره الخولي ترجع تاني ليه
سقط على الدايره لكن مقطوعه يلمها دفاع. كره تكون جول وتبدا الهجمه المرتده و3 على 2 وهي والجول وغاده غاده 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 حساب بتشيل. لكن هنا الحكم بيحسب فاول علينا. فاول على النادي الاهلي. ولسه الهجمه مع كره تكون جول. وادي التمريرات اللي من بره عن طريق جولينا وسيلفينيا. جولينا تاني سيلفينيا في النص تحاول تعمل تقاطع كده وبتكمل وتسجل. اتحسبت فاول الحمد لله. اتحسب فاول الحمد لله. ما اتحسبش الهدف اهو. فاول رميه حره. وعلى طول لسه الكوره. وادي الجمهور المتواجد. الاهلي اعظم كيان. الاهلي في كل مكان. لسه الهجمه للكونغو. فريق كره الكونغولي وشرط اللعب السلبي. بداوا كده هما الامل اللي عندهم يضيع. وادي التصويبه بدون عنوان في العارضه وبره. واضح قوي النتيجه على وجوه لاعبات كره الكونغولي. لو الكاميرا ايضا جابت الجهاز الفني هيبقى واضح عليهم اول نتيجه. والتاني بتخش من الجناح وبره الملعب رميه مرمى. 27-14 اسراء سعيد. نصر عيد لاسراء. هات وخد. نصر واسراء تطلع الكوره عند شيماء لاسراء تاني لنصر. شيماء تحاول تعدي. لسه تاني اسراء لنصر تطلع حلو قوي من الجناح. مي هشام والله دي دعاء حلم. هي اللي كانت داخله من الجناح دعاء اهي. تاني لسه الكوره تصويبه لكن اي حاجه شيلها حارس المرمى تبقى الهجمه المرتده علينا ولوحدها. لكن ما تستلمش الكوره تيجي في رجليها تبقى فاول للنادي الاهلي. على طول غاده حسام نجمه اللقاء النهارده اهي. والدقيقه 27 3 دقائق تفصلنا عن نهايه الشوط الثاني واللقاء. ويبقى كده تأهلنا الى الدور الثاني دور الثمانيه. ونقابل اول المجموعه الثانيه ان شاء الله بكره. لسه الهجمه اهلاويه. يلا يا اولاد نعدي نكمل ناخد رميه جزائيه. لكن فينا شرط اللعب السلبي. في فاول للاهلي. ياسمين الناصر صلاح الدين تاني لهجمه اهلاويه. اسراء تحاول تعدي تاخد فاول لياسمين الناصر صلاح الدين. في هنا الحكم بيوقف اللقاء. لازم تلعب من مكانها طبعا. على طول ياسمين محمد لنصره. بتكمل نصره كنت تاخد فاول. ياسمين محمد تاني ياسمين الناصر صلاح الدين. لكن يلمها دفاع كره الكونغولي. تبدا تعمل الهجمه المرتده علينا لكن على طول دفاع الاهلي بيمنع. رقم 11 ضاع حلمي. ولسه الهجمه لكره الكونغولي على مهلها طبعا. كده النتيجه واضحه قوي. هي عرفت ان خلاص الموضوع انتهى فبالتالي بتأدي على قد الدقيقة اللي فاضلة ولا حاجة. تاني سلفينيا بتحاول تعمل خداع دي دفاع الأهلي. والمرتدة السريعة وهي والجول هي والجول. وتسجل 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 هدف ال 28 للأهلي عشان يبقى دبل سكور. دبل سكور يا جماعة. لقاء ولا أروع ولا أجمل من كده. ها
هيبقى في كلام كتير قوي مع كابتننا كابتن هيثم السعيد وملوك الصلاة النهاردة وضيوف الكرام، اكيد هيبقى في كلام كتير بعد اللقاء. وعلى طول الهجمة لكارك كونغولي اللي بتحاول تعدي، لكن فاول عكسي تبقى الهجمة اهلاوية. على طول ناصر عيد وادي الكورة اهي اللي سجلتها على طول والله سارة الخولي، وفي فاول كده اتحسب على النادي الاهلي. اتلعب السريعة هي والجون لوحدها خالص، وتسجل الهدف ال 15 رقم 10 بلينا، سجل الهدف رقم 15 28. تاني الهجمة اهلاوية على طول رقم 6، انا شايف كده بدأ يدفع بيها كابتن ياسر دنيا خالد، وبتخش ادي تاني الكورة ياسمين الناصر صلاح الدين بتخش وتسجل الهدف 29 15. هجمة لكارك كونغولي على مهلها خالص، تاني لسه بتحاول تعدي بتنجح، والنجمة النجمة تشيل رضا حساب، وادي 29 15، واقل من ربع دقيقة يعني 15 ثانية تفصلنا عن نهاية الشوط الثاني واللقاء. ورمية جزائية، رمية جزائية، وغادة حسام يلا يا غادة صد يا غادة، وتعدي الكورة وبره الملعب، وينتهي اللقاء 29 15. ألف ألف مليون مبروك للأهلاوية، ألف مبروك للنادي الأهلي، ألف مبروك لجمهوره، ألف مبروك للاعبينه، ألف مبروك للجهاز الفني، ألف مبروك لمجلس إدارته. إن شاء الله نلتقي بكرة مع أول المجموعة الثانية، إن شاء الله يكون فتح خير دور الثمانية. مشاهدينا الكرام دمتم في رعاية الله وأمنه، كان معكم معلقكم الرياضي مجدي حطب، إلى لقاءات أخرى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.